السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة الصف والعود والعطور. النهارده هنتكلم عن مجموعة متميزة جدا من عطور فصل الدايل. عطور فصل الدايل ما شاء الله يعني الإقبال عليها كبير جدا، عشان كده احنا اهتمينا بالموضوع ده. والملاحظ في الموضوع إن معظم عطور فصل الدايل فعلا بتكون متميزة. طب إيه سر التميز بتاعها؟ لقينا ان العامل المشترك بين العطور بتاعه فصل الدايل هو زهره الباتشولي. زهره الباتشولي للامانه هي فخمه متميزه، بتميز اي عطر يدخل فيه او على الاقل يتحط الباتشولي لوحده. هو بيطلق عليه عطر الامراء والملوك، وعلى مدار العصور كان افخم انواع العطور اللي داخل فيها زهره الباتشولي، سواء زهرة الباتشولي سواء البذور أو الزهور نفسها. عشان كده هنلاقي العامل المشترك في العطور المشتركة بين فصل الدايل هو الباتشولي. طيب هنتكلم عن بعض العطور المتميزة والأفخم عند فصل الدايل، هي مجموعة 1983. والعطر الأول اللي احنا هنتكلم عليه وهنتكلم عن مكوناته، هنتكلم عن ثباته، هنتكلم عن الإقبال الرهيب عليه، اللي هو العطر اللي اشتهر اللي هو نيكول سابا. طبعا العطر مكونات 1983 اللي هو الاخضر، مكوناته القاعدة العطرية بتاعته هي الباتشولي. بس المميز في العطر اللي هو ضايف عليه اللافندر، وطبعا اللافندر بديك شيء من الهدوء مع الفخامة اللي هو موجودة في الباتشولي، وكمان ضايف عليه حركة ذكية جدا ان هو ضايف عليه في البداية انت بتشم ريحة الورد البلغاري. الورد البلغاري اللي هو الاقرب جدا للورد الطائفي بريحته بالصفاء بالهدوء بتاعه، فبالتالي العطر فعلا مميز. والثبات بتاعه والبس نوت حقه اللي هو بتبقى معاك في الاخر، الريحة اللي بتضل على طول معاك اللي انت بتشمها، بتشم ريحة الباتشولي، فانت طول الوقت حاسس بالفخامة، حاسس بالتميز. فعلا هو عطر مميز ما بيقدروش غير المتميزين. طيب نيجي على عطر، طبعا العطر هو عطر يومي. عطر الباتشولي واللافندر الورد هو عطر يومي، لكن اوقات كتير جدا بنحب ان احنا نستخدم عطور طبعا بتبقى فريش خاصه بالهدوء، وطبعا تميزنا في الهدوء في الصبح. فبالتالي في عطر عنده اسمه عطر الاصفر اللي هو 1983 برضو الاصفر. مكوناته هي من الحمضيات، اهمها طبعا واللي بيميزها البرتقال، ضايف عليها الزعفران، عفوا ضايف عليها الزعفران. وطبعا الزعفران من العطور العربية المميزة جدا، وكمان اخشاب العود. أخشاب العود هو هنا عمل مزيج من أخشاب العود، وطبعا عامل مزيج من أخشاب العود مع البرتقال بدي نكهة مختلفة، بدي ثبات كويس، وفي نفس الوقت الريحة اللي انت هتشمها على طول اللي هتبقى معاك اللي هي طبعا القاعدة العطرية اللي احنا بنقول عليها اللي هي البسنوت، القاعدة العطرية بتاعته البرتقال. فبالتالي انت تحس طول الوقت بريحة حمضيات معاك، ريحة الحمضيات معاك بتساعدك على النشاط الذهني، وبتساعدك كمان على الحيوية والنشاط، وبتخلي يومك يوم جميل. طبعا ده بالنسبة للعطر اللي هو الأصفر. العطر الأسمر، عفوا العطر الأحمر هنتكلم عليه. طبعا العطور معظم العطور هي يونيسكس رجال نسائي، بس عشان ما ننساش في النقطة دي في الموضوع. طبعا الجماعة اللي يعني في ناس بتحب الياسمين. الياسمين والله على اختلاف الأذواق، في ناس بتحب الياسمين وبتميل للياسمين، او في ناس بتحب الياسمين زهرة ان هي تشمها، لكن او وقت ما بتحط في الزيوت العطرية لا ما بيحبش النكهة بتاعتها. طيب هو هنا في العطر الاحمر ضايف الياسمين مع الباتشولي مع الاناناس. الاناناس من نوع الفواكه، ففي ناس يعني بتميل لانواع الفواكه وفي ناس ما بتميلش ليه، والصراحة الإقبال عليه ضعيف على حسب طبعا الأذواق. في ناس بتقدره جدا وبتميل للنوع ده من العطور، أو في ناس ما بتحبهوش. بس احنا طبعا حبينا ان احنا نعرضه اللي هو العطر 1983 اللي هو الأحمر.
طيب نيجي للعطر الأزرق. والعطر الأزرق في 1983 هو مكوناته البودرة، والبودرة لما نقول بودرة هو يعني هو مخصص جدا، ممكن يكون للنساء أكتر منه للرجال. البودرة وطبعا الباتشولي، طبعا ملاحظين طبعا كمان معانا الباتشولي ثابت معانا في معظم العطور. والبرغموت، البرغموت من الروائح المفضلة، وطبعا حلوة جدا البرغموت والليمون والبرتقال، طبعا من الزيوت الفرشات اللي انت بتقدر ان انت تستخدمها في الصبح، يعني بتساعدك على الحيوية والنشاط، وفي نفس الوقت يعني شيء هادي، يعني بديك حاجة من الهدوء النفسي والراحة والسكينة. فهو هنا جمعها في العطر الأزرق. وطبعا البودرة، البودرة طبعا يعني ريحة خفيفة، أقرب جدا للمسك الأبيض، طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو مسك الليل اللي مستخرج من النبات. فده بالنسبة للعطر، بالنسبة للعطر الأزرق. هو بصراحة العطور هي عطور مميزة، لكن يبقى عطور فخمة جدا ومميزة جدا. لو انت اول مرة بتشرفينا في القناة، اشترك دلوقتي وهتشوف الفيديوهات، هتنزل عن فيديوهات مميزة جدا، عن عطور عفوا، عطور مميزة جدا، وعطور تستخدم للرسميات، وتستخدم امتى نقدر ان احنا نستخدمها، وامتى العطور ان احنا نقدر نستخدمها في الليل بس، وامتى العطور ان احنا نقدر نستخدمها في النهار بس. طبعا على حسب خبراتنا وعلى حسب تركيبتنا الزيوت العطرية هنقدر نفيدك بعطر. النتيجة في الاخر ان انت هتتميز بالعطر، هو عطر يكون متميز، لان مش اي عطور ان احنا بنقدر نعرضها في القناة عندنا، لان احنا متميزين بالعطور بتاعتنا، فقط احنا بنعرض لك التميز اللي بيميزك بين الناس. مش عايزين ان انت تستخدمي عطر تلاقي كل الناس بتستخدمه، لا، لازم يكون في تميز. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.